أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن حزمة التسهيلات الضريبية بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال تعد الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي بيأتي ضمن أولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. ده بيسهم في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. علشان نعرف أكتر عن الحزمة المتكاملة للتسهيلات الضريبية اللي أطلقتها الحكومة أو هتطلقها الحكومة خلال يعني الفترة القادمة، هيكون معانا أستاذة حنان رمسيس الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا نرمين. صباح الخير يا مايكل. صباح الخير يا أستاذة حنان، دايما منورانا في الصباح. مي ده نوركو. صباح الفل. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني حزمة متكاملة من التسهيلات والتيسيرات الضريبية اللي هتطلقها الحكومة، عايزين نعرف من حضرتك يا فندم إيه أهم هذه التسهيلات والهدف منها؟ طبعا خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي كان في اجتماع مطول ما بين وزير المالية والسيد رئيس الوزراء و المسؤولين عن الصحف المحلية والعالمية للحديث عن التيسيرات الضريبية للمستثمرين. طبعا ده شيء مهم جدا لأن الاستثمار بقى من أهم خطط الدولة في الوقت الحالي، لأن طبعا احنا عندنا في إيرادات انخفضت بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، فلازم نركز في اجتذاب استثمارات جديدة. طبعا مصر فتحت باب الاستثمار للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وشفنا صفقات بتتم في العديد من المحاور، فكان لازم يبقى في تيسيرات ومعاملات ضريبية بأسلوب أكثر عشان المستثمر ما يتوجهش إلى دولة أخرى فيها امتيازات أخرى. طبعا في حوارات مجتمعية بتجريها وزارة المالية دائما مع المستثمرين للوقوف على معوقات الاستثمار لمنح التيسيرات الاستثمارية. طبعا لازم نعرف حاجة مهمة، ان يعني حصيلة الضرائب مهمة بالنسبة للدولة لانها بند من بنود الموازنة العامة للدولة اللي بتقدر من خلالها انها تصرف على العديد من البنود الاخرى زي التعليم والصحة وتنمية الطرق والعديد من البنود الهامة بالنسبة للدولة، وبتحاول بقدر الامكان ان هي تربط الاقتصاد الغير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي عشان يعني تعظم من حصيلة الضرائب. وكلما زاد المساهمة الاقتصاد الغير الرسمي في الضرائب ده معناه ان الاقتصاد الرسمي بيستفاد لانه ما يتحملش العبء بالكامل. استاذ حنان، انا عايز اعرف من حضرتك اهم التسهيلات، وده هيساهم بشكل كبير فيما يخص القطاع الخاص، هيكون في فكره ان في نمو وفي تقدم اكتر لمصلحه الضرائب، هيكون كمان يعني زياده الثقه ما بين المستثمر في شركات القطاع الخاص وما بين مصلحه الضرائب. طبعا هيبقى في جسور ثقه بعد ما كانت الضرائب عبء على المستثمر، هتبقى في المحاسبات الضريبيه بتبقى بارقام مقطوعه، مش هيبقى في يعني بطء في المراجعه، ولو كانت البطء في المراجعه من قبل وزاره الماليه ما بتحملش الممول اي اعباء، بتحاول بقدر الامكان الدوله ان هي ترد ضرائب بالنسبه للمستثمرين وخصوصا فيما يتعلق بالقيمه المضافه، بتحاول كمان ان هي تعطي امتيازات للمصدر ان هو يبقى عنده خفض ضريبي وبيتخصم من الاوعيه الضريبيه تكلفه النشاط، وبتحاول كمان بقدر الامكان ان هي تتعاون مع القطاع الخاص لان هو ده الهدف الحالي، ان يبقى في جسور ثقه ويبقى في كمان ما فيش بقى التقديرات الجزافيه اللي بيشتكي منها المواطن، بل انها هتمنح الصغار المتعاملين الدعم الفني الكافي للمحاسبه الضريبيه بالكشوفات والاوراق اللي بتعتمدها وزاره الماليه ومصلحه الضرائب بطريقه سليمه، وبتحاول ان هي تفهم المواطن ما لي وما عليه، وان هو ممكن يتظلم ويصد على التظلم
في فتره وجيزه وما بيبقاش في. طبعا كان اكتر حاجه بتقلق المواطن ان انت ادفع وبعد كده تظلم، لا هو بيقدم مستنداته بالكامل، يبتدي يتعاون مع المسؤول عن المراجعه وبيبقى في نوع من التشاور، ما بقاش بقى زي زمان لا انت عليك المبلغ ده ولازم تسدده. وكما ان كمان لو في اي تاخير المبالغ اللي هي اللي بتبقى على التاخير دي بتبقى محسوبه، ما بتبقاش اكبر من الضريبه الاصليه. لان كان في بعض الاحيان الدفعات اللي بيدفعها المواطن بعد ساعات كانت في عليها غرامات، الغرامات كانت بتبقى اعلى من الضريبه وكانت بتحقق بالنسبة للممول. طب استاذه حضرتك شايفه فكره ان العينه العشوائيه بالنسبه للشركات دي ممكن بتخلي الكل طبعا يكون ملتزم كمان بتقديم الاقرار الضريبي بشكل صحيح، لان الكل تحت طائله القانون واي حد في اي وقت هيكون مساءل من قبل مصلحه الضرائب. برضه بس بقى في مرونه جامده جدا جدا، يعني ما بيتحسبش بالانشطه كلها زي بعض، وبيتراعى برضه الظروف الاقتصاديه بالنسبه للنشاط، وبيتراعى كمان الظروف الخاصة بالممول، لأن كل دي بتبقى دي تيسيرات بتقدمها الدولة عشان تحاول بقدر الإمكان تعظم من مواردها، وبقدر الإمكان هي تتعاون مع المواطن، ما يبقاش طول الوقت حاسس إن دي أعباء عليه، طب ألجأ إلى التهرب، ما قدمتش مستنداتي في مواعيدها، طب أحاول أجيب حد يضرب لي الورق زي ما كان بيحصل الأول. لا طبعا في دلوقتي كفاءات بتتدرب بأسلوب أكثر تطورا وأكثر مرونة عشان يبقى في مد جسور الثقة ما بين مصلحة الضرائب وما بين الممول، وده كمان يعظم من إيرادات الدولة ويعمل نوع من العدالة، لأن في بعض الأحيان أنا كدافع ضرائب بستفاد بخدمات الدولة، طب في غيري ما بيستفاد ما بيدفعش ضرائب وبيستفاد برضه بخدمات الدولة، وده بيضايق الملتزم. لا فهيبقى في شبكة من التعاون، وعشان يدخل أهم حاجة الفترة القادمة دخول الاقتصاد الغير الرسمي اللي يشكل في مصر على الأقل 50% من الاقتصاد داخل الاقتصاد الرسمي اللي هتعظم الموارد وكله يبقى فيه العدالة والمساواة. صحيح، ده بيعكس أستاذة حنان يعني سرعة الاستجابة للمستثمرين والطلبات، يعني المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. عايزين نعرف من حضرتك يعني ده هيتم تطبيقه من إمتى يا فندم؟ هو في الفترة القادمة كل يوم أربع مع اجتماعات الحكومة، وممكن تعمل لقاءات استثنائية يعني شرط في وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب في التسهيلات الضريبية بالنسبة للمستثمرين وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ففيها بنود كثيرة بيتم مناقشتها في حوار مجتمعي للوقوف على أفضل طريقة للتنفيذ ولمراعاة ظروف كل مشروع على حدة. صحيح، احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم، يعني جزيل الشكر أستاذة حنان رمسيس الخبير الاقتصادي، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.